اخوتي السلام عليكم. نهضروا على هذا السيرفو فران راه كيموت، هذا معروف. دونك نمشي للميكانيك وكيقلب مزيان كيتاكد بان هذا السيرفو فران مات، كيقول لك جيب سيرفو فران. وباش كتعرفوا مات الاكثريه كيبدا الميكانيك ديال كتكون في بيدار الفران، كتكي عليها كتسمعوا لتحت كي الصوت كيخرج النفس صافي، يعني راه مات. ولكن قبل كيقول لك المعلم صافي مات جيب واحد اخر، قبل ما تجيب واحد اخر خصنا تعرف هذا علاش مات، مالو، واش غير حيت سالات الوقيته ديالو صافي خدم اللي خدم صافي، ما عندهم واحد الجلده لداخل كتمشي الله يهنيه، ولا واحد المشكل اخر كيوقع فيه هاد البومبا كيمشيو لها هاد الجليدات ديال الداخل، عندها هنا واحد الجليدات كيمشيو، وكتبقى انت ما حدك كتكال الفران وهي كتقطر الزيت هنا، تقطر الزيت هنا وزيد الفران صعيبه، فكترتك ديك الجلده انت كتمشي تجيب سيرفو اخر كتركبو كاع ما كتقلبش هاد البومبا، فكتبقى غادي دير سيرفو اخر غادي يضرب لك واحد الشهر ولا ما يكملوش يمشي. من الاحسن من يقول لك المعلم جيب سيرفو ديال الفران، جيب واحد السلك ديال الفران البيسكليت بحال هذا وقلب هاد السيرفو فران، شوف ليك الجهه اللي كتكون من التحت وقلبو ديال ديك هافي، شو واش فيه شي زيت ولا لا، ولا ناشف بحال هذا ناشف ما فيه حتى حاجه. الا لقيت فيه الزيت ضروري خصك تمشي تشري حتى البومبا، عرف بلي راه هاد الجليدات هادو ماتو لها وراه كتقطر هنا، وخا تجيب لها حتى سيرفو اخر غادي تقتلو لك، فمن الاحسن تبدلها ومن الاحسن تشري وحده جديده، لان الكازو الا كانت جالسه بزاف مده ما خدمتش كتقريبي هنا لداخل، انك خصها تكون ملسه كتقريبي وما غاديش تخدم لك مزيان، احسن شري وحده جديده شي ماركه زوينه الا لقيت حتى الا لقيت السيرفو فيه الزيت لداخل. وهذا الشيء اللي كاين الاصدقاء.